إذا لم يكن هاري كين ولم يكن كريستيانو رونالدو، فمن يكون مهاجم السيتي المنتظر؟ دكتور وليد مرة تانية أهلا وسهلا بحضرتك، شايف مين الأقرب وهل من الممكن أنه يكون في فرصة للسيتي أنه يعقد صفقة من العيار الثقيل، ولا تقترح أنه أو ترى أنه من الأفضل أنه يكمل السيزون بنفس السكواد الموجود معاه؟ هو طبعا هو جوارديولا من المدربين اللي ما بتحبش تعتمد قوي على رأس الحربة الصريح اللي هو رقم نجح محليا وحتى اوروبيا، وصل فاينل تشامبيونز ليج. السنه اللي فاتت يعتبر ما كانش معاه مهاجم برضه صريح، ما كانش فيه استغلال كبير لجابريل جيسوس وحتى سيرجيو اجويرو. هو حتى لما بيلعب سيرجيو اجويرو برضه عنده افكار انه بيتحرك وكده، فمش هو المهاجم الكلاسيكي اللي نعرفه كان من نجوم السيزون اللي فات مثلا. بس هو كان عنده رغبه في انه ينتدب هاري كين، وبالتالي يبدو انه فكره كان انه يعتمد على هجيلك يعني هجيلك. لان إذا أنت بتتكلم مين اللي احنا نقترحه يكون مهاجم مانشستر سيتي، هو أكيد جوارديولا يعني حاط إيده أنه محتاج رأس حرب. بس هو في نفس الوقت هاري كين السيزون اللي فات قدم نسخة مختلفة عن هاري كين بتاع المواسم اللي قبل كده، لأن المواسم اللي قبل كده كان هاري كين أقرب لرقم 9 كلاسيكي، دايما متواجد جوه منطقة الجزاء ودايما هو المحطة الأخيرة ما قبل الهدف. يعني فكرة إنه لاعب صانع ألعاب أو بيتحرك كتير ده ما كانش موجود. خلينا نقول إن برضه جوزيه مورينيو لما جه كان عنده تاتش، وده تاتش إيجابي عمله على مستوى هاري كين وعلى طريقة لعب هاري كين اللي خلاه يشكل مع هيونج مينسون ثنائية مختلفة تماما، خلت هاري كين أكتر واحد أو أكتر لاعب صنع أهداف في الدوري الإنجليزي السيزون اللي فات، غير أنه كمان الهداف. فبالتالي قدم نسخة مختلفة لهاري كين، وهذه النسخة هي اللي تناسب مانشستر سيتي جوارديولا. وبالتالي إدارة مانشستر سيتي برغبة جوارديولا ما عندهاش أي نية إنها تتعاقد مع مهاجم تاني بخلاف هاري كين. ولحد الطريقة اللي لعب بها جوارديولا في آخر ماتش ليه أو يعني في أول ماتشات الدوري مع توتنهام الانجليزي. هو طبعا يعني انت بتتكلم هو عن طريقه اقرب يعني لكل خط فيه ثلاث لاعبين، لكن هو كان بيعتمد على فيران توريس مثلا اللي هو جناح اصلا كان بيعتمد عليه بشكل كبير كلاعب مهاجم. هو ما كانش عنده مهاجم، فهو محتاج مهاجم يفيده في التحركات جوه منطقه الجزاء، ويستغله كمان انه يتحرك لبره ويفتح للاجنحه، لانه عنده جريليتش وعنده دي بروين وعنده رياض محرز وعنده يبقى مش هولند. لا هيبقى هالاند. انت بتتكلم على حد زي هاري كين، لو تارو مارتينيز مثلا ممكن جدا. ممكن جدا لو تارو مارتينيز يفيد السيتي، لكن هو عندهم تارجت وهدف محدد هو هاري كين. هو شايف ان هاري كين هو الورقه الناقصه في تشكيله مانشستر سيتي، لانه بيبص على تشامبيونز ليج، واعتقد ان هم هيسعوا بكل ما تحمله كرمه. النهارده هاري كين بيتخلف عن بعثه توتنهام اللي عندها ماتش في دوري المؤتمر الاوروبي. قافش هو. هو 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 خد وعد، هو خد وعد وما تنفذش من دانيال ليفي، وبالتالي هو متمسك بيه، واعتقد انه قد يعني تنتهي الصفقه قبل نهايه اغسطس. هنشوف. طيب سريعا جدا عشان اقفل الدوري الانجليزي واروح لاسبانيا، أرسنال عم تستفهام. يعني أرسنال ده كان في يوم من الأيام نسخة يعني من أقوى أندية إنجلترا، نسخة دايما بتنافس، نسخة دايما بتحقق ألقاب. تراجع شديد جدا في آخر سنوات أرسن فينجر، وبعدها يبدو أنه أرسنال مش عارف يلاقي هويته. شايف النسخة دي من أرسنال إيه؟ شايف قدرته على المنافسة والتواجد في الدوري الإنجليزي السنة دي؟ يعني أنت بتتكلم عن فريق عنده مشاكل إدارية كبيرة جدا. إدارة أرسنال الحقيقة يعني أسوأ أداء ممكن لأي إدارة نادي بتعمله إدارة أرسنال في السنين الأخيرة. مفيش تدعيمات على المستوى. فكرة اختيار المدير الفني، أرتيتا مدير فني واعد بس ممكن ما يكونش هو كان الاسم المناسب لفريق في حالة أرسنال. يعني أرتيتا عنده مدرب عنده فكر، لكن كان لازم أرسنال محتاج مدير فني عنده خبرات يقدر ينتشل الفريق من الحالة دي، يقدر بشخصيته يجمع اللعيبة ويختار أفضل حد في الميركاتو بأرخص الأسعار، بما أن أرسنال ما بيحطش فلوس في الميركاتو. وحتى الصفقات كان طول عمره بيكسب من الـ طبعا من لعيبته بشكل كبير، بيعرف يختار كويس. ولكن دلوقتي مثلا لما بيجيب بيبي بمبلغ كبير ما ينجحش، اوباميانج نجح فتره او سيزون وبعد كده ما تالقش. فلا، ارسنال عنده مشاكل اداريه كبيره جدا، عنده مشاكل فنيه كبيره جدا. كونتي ممكن يكون حل؟ اكيد كونتي ممكن يكون حل مهم، بس كونتي من المدربين اللي عايزين اداره يعني تنصاع لرغباته، ومش هيلاقي ده بشكل كبير في أرسنال. فهيكون في دايما كنت معترض، دايما كنت عنده متطلبات. هو مدرب كبير طبعا وبيعرف ينقذ الفرق. لما يروح انتر في حالة انتر اللي كان عليها وياخد بكالتشيو، ده مدرب كبير، وعمل نفس الشيء في انجلترا طبعا مع تشيلسي، وطبعا قبل كده مع يوفنتوس كمان، وحتى مع منتخب ايطاليا مدير فني عظيم. لكن التشكيلة الحالية سكواد أرسنال ما تسمحش لأي مدرب بالنجاح. طيب
اللقطات اللي لفتت نظرك في الجوله الاولى من الدوري الانجليزي؟ هو طبعا كان التالق اللافت لبعض الاسماء واللي على راسهم محمد صلاح. لان محمد صلاح مستمر ما شاء الله عليه للموسم الخامس على التوالي، ان لاعب يحرز ينطلق بالموسم مع النادي بتاعه بهذا التركيز وهذا التالق لخامس سنه على التوالي، اللاعب الوحيد في تاريخ البريمير ليج اللي بيسجل في خمس مباريات افتتاحيه طبعا مع ليفربول. محمد صلاح ما بيكتفيش بس الحقيقه احنا شايفين اهو ما شاء الله، حتى اللقطه جايبه شوف التكوين العضلي وشوف الفورمه اللي عليها محمد صلاح اللي تخليك تبقى متاكد، وده حاجه خلاص مفروغ منها، ان انت بتتكلم عن لاعب يعني قمه الاحترافيه في كل شيء. فمحمد صلاح لما ينطلق باثنين اسيست وهدف يحرزه وهذا المستوى، والحقيقه يورجن كلوب من قبل بدايه الموسم لمح وقال انه مبسوط ومرتاح، لان ده اكتر موسم محمد صلاح ونجومه ساديو ماني خدوا فيه راحه سلبيه وقدروا يعني يستعدوا للموسم الجديد كويس، وبالتالي هو متفائل. دي ارقام صلاح في ماتش ليفربول ونورتش سيتي، ارقام عظيمه طبعا، يعني بتتكلم في طبعا 93 دقيقه هو لعب كل المباراه، احرز هدف وصنع هدفين، بدايه رائعه يعني، صنع خمس اهداف مع الهدفين بخلاف الهدفين، عنده 24 تمريره منهم 19 صحيحه بنسبه 79%، وصوب خمس تصويبات على المرمى وده عدد محترم جدا، منهم ثلاث تصويبات بين الثلاث خشبات، وبالتالي بادئ مركز صلاح، بادئ مركز. واحنا كنا بدانا بقرعه امم افريقيا، واكيد يورجن كلوب ايده على قلبه دلوقتي وقاعد مستني الشهر الاسود بالنسبه له طبعا، اللي هو شهر يناير وفبراير اللي هيفقد فيه اهم نجمين عنده ساديو ماني ومحمد صلاح. ودي بتبقى مشكله دايما خصوصا في انجلترا في الدوري الانجليزي، لان النجوم الافارقه هناك يعني ثابتين نفسهم وظاهرين بشكل كويس، ودايما الامم الافريقيه بتعمل لهم مشاكل في انجلترا، فاكيد هو قاعد يعني ومترقب وبيقول يا رب يعني الفتره دي تعدي على خير. بوجبا مع اليونايتد السنه دي مختلف من نهايه السيزون اللي فات وفي اليورو وبدايه الموسم ده، بوجبا مختلف، لان بوجبا من اللاعبين هو مش هوائي لكن مودي. بوجبا لو نفسيا مستريح بيقدم احسن حاجه في كل حاجه، لانه عنده امكانيات، بالفعل امكانيات رهيبه، يعني لما لاعب يصنع اربع اهداف في مباراه، ومباراه مش قليله، ليدز برضه نادي كرويا نادي متعب كرويا يعني. فانه يعمل ده وباليمين وبالشمال بيصنع رؤيه عظيمه جدا، فرص على المرمى دايما. انا شايف ان من ساعه انضمام برونو فرنانديز نتكلم عن الارقام الاول. طيب اتفضل. بوجبا طبعا لعب 75 دقيقه، صنع اربع اهداف في 75 دقيقه، يعني حاجه عظيمه جدا، يعني كل تقريبا اقل من 20 دقيقه هدف. يعني حاجه حلوه قوي يعني بالنسبه للاعب كوره ولاعب وسط ملعب. يعني نفس نسبه نجاح صلاح في التمريرات 79%، لانه مرر 33 تمريره منهم 26 صحيحه، وعمل اربع تمريرات بينيه او صناعه فرص، اربع تمريرات صحيحه اللي هم جم اربع اهداف. انا دايما شايف من ساعه انضمام برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد وتالقه بهذا الشكل واندماجه مع التشكيله، ان نجاح طبعا ده لقطات دي الاسيستات بتاعت بول بوجبا. ده اول اسيست من كل هدف، ده طبعا برجلي اليمين لبرونو. برضه شوف دي تمريره طوليه، يعني الاسيست الاول كان قرب منطقه الجزاء، شوف التمريره دي تمريره طويله جدا، شوف قطعت قد ايه مساحه في الملعب، هتشوف الاسيست الثالث بنفس المكان بتاع الاسيست الاول تقريبا برجليه اليمين، الاسيست الرابع لما يجي معانا هتلاقيه كره عرضيه برجليه الشمال من الناحيه الشمال، فاذا الراجل مغطي كل مساحات الملعب تقريبا وعنده رؤيه من كل حته في الملعب. كنت بتكلم عن برونو فرنانديز، ومن ساعه انضمامه لمانشستر سيتي يونايتد وتالقه بالشكل ده واندماجه السريع، واحد بقى من اهم نجوم الدوري الانجليزي. انا شايف ان بطولات مانشستر يونايتد هتيجي امتى؟ لما سولشاير يعرف يطلع افضل حاجه من ثنائيه برونو فرنانديز وبوجبا، لان دي مش متوفره لانديه كتير في العالم دلوقتي، الاثنين اللي بيعملوا كل حاجه في الكوره حلو، ويعني الرؤيه الهجوميه موجوده، التحركات موجوده، الفعاليه على المرمى موجوده، اسيست موجود، تهديف موجود، وكمان مشاركتهم في الدفاع ودعمهم للدفاع موجود. فلو قدر سولشاير، لان ده ما كانش حاصل الموسم اللي فات، في بدايات الموسم اللي فات ده ظهر مع نهايه الموسم وبدا يعني فورمه نهايه الموسم اللي فات بادئ بيها هو مانشستر يونايتد في البدايه، مع اضافه جادون سانشو، مع اضافه فاران، مع وجود راشفورد، مع وجود دخيه لو رجع لمستواه الطبيعي، مؤكد انه هينافس سواء محليا او اوروبيا، لان التشكيله دي تشكيله قويه، يعني تشكيله مش قليله. الدور بقى على سولشاير انه يطلع منهم افضل حاجه ممكن. طيب نروح للاسباني، وخلينا نبتدي كده بعنوان انه الموسم ده موسم اختبار لقوه وجوده الدوري الاسباني.
هل بعد اختفاء رونالدو وميسي من المشهد هيظل الدوري الاسباني بنفس السخونه ويتمتع بنفس الجماهيريه، ولا شايف انه قدام اختبار صعب؟ مؤكد مفيش اختلاف على ان الدوري الاسباني فقد الكثير برحيل رونالدو اولا، ثم فقد الكثير قوي برحيل ميسي، لان ما عادش عندك في الليجا دلوقتي نجوم من كلاس ايه في العالم. حتى جريزمان اللي كنا بنتكلم ان واحد من نجوم العالم مثلا السنه اللي قبل اللي فاتت كان من ضمن افضل لاعبي العالم في سنه المونديال، لكن السنه اللي فاتت بعيد عن مستواه. كريم بنزيما طبعا نجم وكل حاجه، بس ما تقدرش تحطه في كلاس واحد في العالم لان في نجوم ثانيه واخده اللقطه. كان ميسي هو اللي بتروح عليه العين مع برشلونه، وطبعا مع وجود ريال مدريد. حتى هازارد لما راح ريال مدريد السنه اللي فاتت ما ظهرش، كان غايب معظم فترات الموسم، بادئ كويس. طب هبتدي بالبارسا. في ناس كده اصحاب نظريه، هم قله قليله جدا، عارف القله المندسه، هم قله مندسه، بس تقول لك انه برحيل ميسي من البارسا ممكن ده يفجر طاقات ومواهب النجوم والاسماء المعيار الثقيل اللي موجوده في البارسا واللي كانت مختفيه في شادو في ظل ميسي. مواهب بحجم جريزمان، بحجم كوتيني، وبحجم حتى المضم حديثا ممفيس ديباي، بحجم عثمان ديمبلي. يعني الناس دي كانت في وجود ميسي صغيره قوي. رحيله ممكن يدي الفرصه للنجوم دول ان هم يتألقوا مع القله المندسه دي ولا مع الغالبيه العظمى؟ هي في نظريات. اول حاجه لازم نكون مجمعين ان هجوم برشلونه في وجود ميسي وحتى بعد رحيل ميسي هجوم مقبول جدا. يعني لما بتكلم عن خط هجوم، حط ميسي على جنب، خط هجوم فيه الاسماء اللي انت ذكرتها، جريزمان، عثمان ديمبلي، اضافت ليهم ممفيس ديباي، بتتكلم في هجوم عنده مقومات الفرقه اللي يعني حلو شكلها الهجوم حلو، حتى من نص الملعب بتتكلم حتى عن ديونج وبدري، اعتقد برضو قادر طبعًا بقوه. طبعا يعني بدري وديونج كمان من وسط الملعب عندهم اللمسه اللي تقوي خط الهجوم. ف الفرقه دي هجوميا كويسه. يبقى بقى الاختبار اللي انت بتتكلم عنه، لان كلها نظريات. هل المجموعه اللي المفترض ان هي مجموعه مميزه هجوميا، هل هتستطيع زي ما انت بتقول انها تثبت ان هي كانت لعيبه كبيره؟ وطبعا معاهم كوتينيو المفروض لو كمل كمان ليه دور. لا كوتينيو هيلبس 10 دلوقتي. طبعا هيلبس 10 خلاص. دي حد ذاتها يعني مسؤوليه كبيره جدا تقيلة. ودافع كمان يعني طبعاً. انا ملبس تيشرت 10 في بارسا بعد ميسي ده دافع كبير جدا انه كسر الدنيا. وكوتينيو عنده بصراحه، انا بشوفه كلاعب كرة عنده كتير كمان. اثبت ده مع ليفربول، وحتى لما راح الاعاره لبايرن ميونخ كان برضه متالق لما بيشارك، كان متالق وكان مميز يعني. لكن هو ما ظهرش مع برشلونه. يمكن برضه هو ادواره قريبه شويه من ادوار ميسي، لان هو بيحب يلعب كلاعب فري. فالمفترض انه خلاص في غياب ميسي زي ما انت بتقول هي حطت مسؤوليات. احنا بقى منتظرين هذه المسؤوليه هيتعامل معاها اللعيبه ازاي. انا هجوميا حاسس ان برشلونه هيفضل مميز طول الموسم، هيبقى شكله حلو. ازمه برشلونه الحقيقه السنه دفاعية. دي واللي قبلها هي المشكله الدفاعيه. لان بيكي غايب عن مستواه بقاله فتره طويله. تيتي ما كانش يعني احسن حاجه. لونجلي برضو لونجلي طبعا كان بعيد جدا، خصوصا السيزون اللي فات كان سيء جدا. يمكن السنه اللي قبلها كان افضل من كده بكتير. إيريك جارسيا تدعيم، لكن لسه لاعب شاب في عنده شويه هفوات، لكن هو كخامه مدافع خامه كويس، لكن لسه طبعا المشكله الدفاعيه كبيره. وخلي بالك مش بس المشكله الدفاعيه في برشلونه في قلبين الدفاع، لكن كمان في وسط الملعب، لان بوسكيتس احيانا بيقع بدنيا. دي يونج محتاج يكون ليه تكملات، وبدري تكملات دفاعيه اكتر من كده. اعتقد لو كومان وهو اصلا مدافع واحد من احسن المدافعين في التاريخ حل المشكله الدفاعيه دي، برشلونه هيكون شكله حلو السيزون ده. ترتب لي فرص الثلاثه الكبار في اسبانيا في تتويج بالبارسا، اتلتيكو، بارسا، ريال. لو نجوم ريال مدريد كلها في مستواها الطبيعي، يعني لو هازارد في مستواه الطبيعي وبنزيما في مستواه الطبيعي وثلاثي خط الوسط قدم المستوى اللي بيقدموه برضه الطبيعي، كازيميرو او مودريتش او حتى فالفيردي والونسو، فاعتقد ان ريال مدريد ممكن يكون سابق خطوه، وبرشلونه واتلتيكو مدريد يكونوا في نفس المستوى. ان كان اتلتيكو مدريد عنده الثقه، عنده الثبات، عنده الفلسفه بتاعه سيميوني اللي بيعرف يكسب بيها مهما كان شكله، لانه بيعرف يخنق اي مباراه ويخرج بيها منها باللي هو عايزه. لكن لو بتتكلم عن ترتيب منطقي وفقا للنجوم وفقا للمعطيات، يعني ريال مدريد واخد نص خطوه قبل اتلتيكو وبرشلونه. لاتلتيكو برشلونه راس براس. اقوى ثلاثه سكواد في اوروبا من وجهه نظر دكتور وليد بالترتيب هو سكواد ولا اقوى فريق يلعب كوره؟ يعني اقوى اسماء. طب انا هقول لك حاجه، اقوى ثلاث فرق في اوروبا
كسكواد واقوى ثلاث فرق في اوروبا بيلعبوا كوره. بص اقوى ثلاث فرق في اوروبا بيلعبوا كوره مش بالترتيب، خد ثلاثه كده ويعني تمام. ممكن تحط تشيلسي تمام، ممكن تحط مانشستر سيتي، ممكن تحط كمان بايرن ولا ايه، وتحط بايرن كاداء مش كاسماء. كاداء والله بايرن كاسماء برضو مش واسماء يعني كبيره، سيبك من الماركت فاليو، بس هم كاسماء يعني. واحنا نسينا باريس سان جيرمان. انا بص انا حاسس ان باريس سان جيرمان ده كاسماء في حته لوحده يعني. انا يعني ما ينفعش تقارن اسماء باريس سان جيرمان بكل الناس يعني. تمام. حط باريس سان جيرمان رقم واحد بكل الكتيبه اللي عنده. سكواد بقى احنا بنتكلم كسكواد. سكواد باريس سان جيرمان طبعا رقم واحد في كل الخطوط، عنده كلاس A وعنده تمام. افضل لعيبه في العالم في كل الخطوط. ماشي. وحتى باضافه هاري كين ممكن نعتبر ان هاري كين هيروح مانشستر سيتي، او حتى في ظل التشكيله الحاليه ممكن تحط مانشستر سيتي بعد باريس سان جيرمان. وكمان تشيلسي وفقا مش للقيمه السوقيه لكن وفقا للمستويات اللي بيقدمها نجومه ممكن برضو تحطه في مركز ثالث او من ضمن افضل دوري هيتابعه دكتور وليد النسخه دي. مفيش خلاف على ان الدوري الانجليزي حاليا هو افضل دوري، وانا بما اني محب لايطاليا فهيكون رقم اثنين بالنسبه لي. اسبانيا دوري. للاسف اكيد وقع، اكيد وقع جماهيريا وقع تسويقيا، منتظرين يبقى في منافسه لكن مهما كان مش هيبقى بنفس حاله طبعا ميسي وميسي رونالدو. الدوري الفرنساوي هيكون ليه مشاهده على مستوى العالم السيزون ده، ميسي بس وباريس سان جيرمان بس سنجرمان. لكن انه كبطوله وكده لا، هي بطوله بعيده، المستويات بعيده. بعد باريس سان جيرمان الحقيقه المستويات قليله جدا. استمتعنا بيك النهارده دكتور وليد كالعاده طبعا، شرفت ونورت السادسه، وان شاء الله ننتظر لقائك الاسبوع اللي جاي. تسلم. انا دايما بتسخن كده بس وتحلو لسه بقى هيكون يمكن في نتائج ومفاجآت تجي لنا ونعرف نتكلم فيها ان شاء الله. نشكرك مره ثانيه على وجودك معنا، شرفتنا ونورتنا في السادسه. نشكر حضراتكم على متابعتنا، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع بدايه اسبوع جاي. كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله، عندنا بطولات كثيره جدا الفتره اللي جايه، الشهر اللي جاي على طول سوبر افريقيا رجا كازابلانكا، بعدها ان شاء الله بشهرين هنكون موجودين في كاس العالم في اليابان. كل الدعم لنجومنا اللي قدموا وعملوا اللي عليهم، وما زال الامل باقيا. كلامي ده مش معناه ان احنا استسلمنا، المستحيل ليس اهلاويا زي ما ابتديت الحلقه بختمها. شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهارده.